السلام عليكم، معكم محمود من القناة رو لايف، أكاديمية قلة الأصل في أوكرانيا وروسيا. اتكلمت في الحلقة اللي فاتت نموذج قلة الأصل عامل ازاي وليه. طيب ايه الحل لما الناس دي قلة بيعملوا كده وعاملين وجهة نظر خاطئة بتجيب لنا مشاكل احنا اللي متجوزين من أوكرانيات أو روسيات، يعني في المجتمع المحترم النظيف النماذج الناجحة بنجد ان في ممكن يغطينا الكلام ده يضايقنا. ممكن تلاقي زوجتك فاقت مره واحده وقالت لك وبدات تغير عليك بسبب ان البرامج والسوشيال ميديا وحاجات كتيره بتشيع ان العرب يعني بيلعبوا بديلهم والخيانه بدمهم، ممكن يخونك بعد 10 سنين جواز ويقلبك ويتجوز عليكي واحده صغيره، ممكن يكون متجوز واحد عليك اتنين في بلده وعنده أسرة وعيال وانت ما تعرفيش قصص وروايات يعني. فالقصص والروايات دي انا بفصلها بعين الاعتبار واقول ان الحل ان الناس الناجحة تبتدي تعرض تجاربها الناجحة. تعرضها فين؟ في اي وسيلة. يعني مثلا انت راجل سعيد مع زوجتك وابنك وكده وعندك قناة يوتيوب، مش بقول لك اظهر سعادتك وتمنظر على الناس وذلهم وطلع ايمانهم، لا مش بتكلم على كده، ولكن ادي انطباع وصوره حسنه، لان الناس اكيد مش لازم يشوفوا زوجتك وعيالك، المفروض انهم يشوفوا حضرتك انت لما يبان عليك ان انت مرتاح في بيتك يعني او متهني وزوجتك مهنياك وباين عليك الموضوع ده، خلاص الناس بتطمن. ويا ريت الموضوع ده يكون طبعا بالروسي او بالاوكراني في البلد اللي انت فيها، يعني كل واحد عنده قناه بالعربي انصحه اعمل قناه بالروسي، حتى لو هتتكلم روسي تعبان او كده اعمل قناه بالروسي لو سمحت، يشوفك 1000 يشوفك 500 يشوفك اي حد من الروس اقل عدد ممكن. انت كده بتعمل حاجه في يعني في مصلحتك اولا، ثانيا انت بتخدم المجتمع، ثالثا هتاخد ثواب ان شاء الله ان انت بتوري الناس صوره الشاب العربي اللي هو في المجتمع بتاعهم الروسي الاوكراني وحياته ناجحه وما هوش بيلعب بديله، ما هوش بابنيك، ما هوش بلاي بوي، ما هوش الواد الفريكيكو ولا الواد السيكي ميكي اللي لا بيروح ولا بيجي، لا في حاجات كتيره بتبقى يعني واضحه وروح الشمس بالنسبه للمجتمع ده، وانت محتاج تبين لهم بس، تقول لهم مش تقول لهم انا راجل على فكره ناجح، وادي مراتي وادي عيالي، تعالى يا احمد يلا بص على بيتكلم عمه، لا مش كده. الفكره ان انا زي ما انت عامل قناه بالعربي اعمل قناه بالروسي بالظبط او بالاوكراني. انا شخصيا عامل كده علشان ندي صوره وايمج للمجتمع. على فكره القناه العربيه مش عاملها للروس، الروس ما بيشوفوش القناه العربيه بتاعتي، القناه التركي ما بيشوفهاش برضو العرب، وقناه للاتراك والاتراك ما بيشوفوش القناه العربي، والقناه الانجليزي للبابليك الانجليزي ما بيشوفهاش العرب، والعكس المشاهد في الانجليزيه ما بشوفش القناه العربيه، فما فوتش القنوات على بعض، فما حدش سالني على اللينكات بتاعت القنوات بالتركي والانجليزي والروسي، بس ده واجب عليا ان انا اوعيكم او اقول لكم المعلومه دي. في ناس مثلا ما عندهاش قناه اصلا بالعربي ولا باي حاجه، فلو عندك مقدره وعندك شويه روسي صغيرين كده بتكلم روسي مكسر وكل حاجه، بس اعمل قناه الناس تشوفك على الفيسبوك اي حاجه، يبقى عندك نشاط يبين ان حياتك مستقره، انك متزوج، انك معاك اطفال، انك معاك حياه عمل منتظم، انك انت مندمج في الحياه وانك عربي وما تبينش قوي حته. يعني مثلا في ناس عندها اتجاهات خروج وبنات وانشطه كده، ممكن ده طبيعه شغله في السياحه ولا حاجه، ولكن ما تبينش الحته دي عشان الناس في روسيا واوكرانيا بتفهم ده على انه واحد ملعب، واحد بيلعب بديله. فنحاول ان احنا ندي الصوره الايجابيه للروس والاوكران، دي مهمه جدا علشان تحسن حياتك انت وحياه اللي هيجي بعدك، اللي هيجي يتجوز واحده وواحده تقول له لا انتوا بتتجوزوا اربعه وانتوا بتلعبوا بديلكم وانت هتقلبني بعد ما اعمل لك اقامه وجنسيه واساعدك واقف جنبك واشوف لك شغل وفي الاخر اعجز شويه تروح تتجوز عليا، او مثلا اخلف بطنها تكبر وبتاع ده هتخلف يروح رميها وماليش دعوه بالطفل مش هصرف عليك، يعمل زي بعض الاوكران والروس المراهقين على كبر، يرمي الست اول ما تخلف او قبل ما بطنها تكبر او قبل ما تخلف يعني بشويه وخلاص هيبقى في مصاريف ودفع يجري يهرب، والدوله بس هي اللي بتساعدها وتديها المساعدات يعني او تاكد بيه العيل
يعني مش رجوله، وفي ناس من العرب جزء صغير بدا يعمل عدم الرجوله دي. فمعلش احنا دورنا الناس المستقره اللي حياتها كويسه او متجوزين اوكرانيين او روسيات، بين لو سمحت للمجتمع الروسي الاوكراني من خلال السوشيال ميديا ان انت ناجح، ان انت حياتك مستقره، ان انت مش ملعب، ان انت محترم. دي بتسمع قوي، بتاكل معاهم قوي. مين عارف يمكن يستضيفوك في برامج تلفزيونيه وتجيب الصوره الايجابيه اخيرا عن العرب. يا ريت نشوف الكلام ده. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.